كوبو يردها براسيه ترجع تاني عند انكادا، عايز يلعب العرضيه، يلعب العرضيه حلوه حلوه حلوه. دي الراسيه والهدف الاول، محمود حماده يسجل الهدف الاول في الدقيقه الرابعه، هدف اول لصالح نادي فاركو. البدايه غير، الروشته مكتوبه صح، الدواء اتصرف صح على طول، والدواء من خلال الدكتور محمود حماده براسيه ياخد عرضيه جيفرسون انكادا، يطلع اعلى من الكل، يعمل الكره بند في الارض على يمين احمد صبحي، ويكون هدف اول لصالح نادي فاركو. لا 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 لا، مش ممكن مش ممكن، العرضيه من جيفرسون انكادا، بص التكمله يطلع اعلى من باسيوني اللي لسه بنتكلم عليه، تم توظيفه في مركز الباك اليمين لكن ما يعملش التغطيه العكسيه، يطلع اعلى محمود حماده ويركنها. ولا اجدع مهاجم، ولا اجدع مهاجم محمود حماده، يا ولد يا ولد، على يمين احمد صبحي، والهدف الاول في اللقاء. ناوي على ايه الكابتن طارق العشري؟ ناوي على ايه مع فاركو؟ محمود حماده اللي تالق وانضم لمنتخبنا بيكمل تالقه مع نادي فاركو، واي تالق بقى